السلام عليكم. خطر الوقوع في المقارنات بيخلي الإنسان طول الوقت مش راضي عن حياته، وبيخلي طول الوقت إن هو شايف حياته فيها نوع من أنواع الضعف أو عدم شعور قيمة الحياة اللي هو عايشها. المقارنات هنا بتكون على الأغلب إن أنت بتقارن نفسك بينك وبين أي شخص حواليك، إذا كان في الشغل، إذا كان في الحياة، إذا كان في العيلة، إذا كان حتى بين الأصدقاء. فالمقارنة اللي طول الوقت الشخص بيقع فيها دي بتدمر لك حياتك بدون ما تشعر، لأن أنت حاطط قدام عينيك هدف معين، والهدف ده شخص، والشخص ده طول الوقت هو بيتحرك، وكل ما بيعمل حاجة كويسة أو بيعمل حاجة وحشة أنت بتقارن نفسك فيه. ده مثلا تيجي تقول مثلا واحد مثلا بيصلي على سبيل المثال، فتيجي تقول انا بروح المسجد اكتر منه بس هو اغنى مني، او انا بعبد ربنا اكتر منه بس هو عنده امكانيات اعلى مني. طب ليه؟ وانا عملت بنفسي ايه؟ فدي ده مثال بسيط. ومثال تاني تلاقي مثلا بين القرايب، تلاقي مثلا الاخوات او اولاد العم، تلاقي على طول بيبصوا لبعض. ده الا من رحم ربي طبعا الناس اللي ما عندهمش قناعه بحياتهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يحاسبك مش هيحاسبك ان مثلا انت فلوسك كانت قد كده وفلان قريبك كانت اعلى منك، ليه ما بقتش اعلى منه؟ مش هيحاسبك بالطريقه اطلاقا، او حتى هيحاسبك بالعباده. يعني مش هيجي يقولك مثلا اخوك صلى اكتر منك او اختك صلت اكتر منك، ليه انت ما صليتيش زيها؟ ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب كل شخص بعمله، بنفسه، بذاته. فلما تيجي تقارن نفسك، قارن نفسك بالشخص اللي قبل كده، اللي هو لؤي دلوقتي ولؤي من سنة كان عامل ايه. تبدأ تقارن نفسك في الحياة، في العبادات، في الشغل، في العمل، في الناس اللي حواليك، في كل الناس، في العلاقات. فتبدأ تقارن نفسك بالشكل ده. مقارنتك هنا بتخليك تشوف انت تقدمت ولا تأخرت. لكن لما تيجي تقارن نفسك مع ناس تانية، هنا بتبقى المشكلة، وبتلاقي نفسك انت مش راضي عن حياتك طول الوقت، وبتلاقي نفسك انت تعبان طول الوقت، وبتبص لهم اشتروا دي، طلعوا، نزلوا، عملوا، وبالتالي بتحيد عن الهدف اللي خاص بيك انت عشان توصل له، وبتبقى متركز مع ناس تانيين، والناس التانيين دول مش هينفعوك. فخد بالك ما تقعش في الخطر دوت، وما تعملش زي الشيطان. لما ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة يسجدوا، الشيطان رفض فقال لا أنا خير منه، مع إن ربنا سبحانه وتعالى ما طرحش السؤال ده أصلا قدام الملائكة، لكن الشيطان هو قرر من نفسه إن أنا خير منه، وبالتالي خرج من الجنة وخرج من رحمة ربنا. فأنت ما تقعش في الإشكالية ديت، وما تقارنش نفسك بحد، واعرف إن ربنا خلقك ليك أنت عشان عندك رسالة.